السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم زيد المعمري فني طبطارق من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. حبينا نطمن الجمهور ونقولكم نحن في مؤسسة دبي خدمات الإسعاف نقوم بتعقيم جميع سيارات الإسعاف التي تنتقل للبلاغات الطارئة قبل وبعد كل بلاغ نحن ننتقل إليه عن طريق استخدام أجهزة تعقيم متطورة ومتقدمة. طبعاً هاي 111 نقطة إسعافية مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المشتبهة أو المؤكدة من فيروس كورونا كوفيد 19. نملك في إسعاف دبي سيارات متخصصة أو سيارات مختلفة، تختص في كل سيارة تختص بنوع معين من الحالات. على سبيل المثال عندنا وحدة العناية بالقلب مختصة بأمراض القلب، عندنا السيارات الرياضية تستجيب للحالات بشكل سريع لتثبيت الحالة، وإذا يحتاج الشخص أن يصير المستشفى نطلب له الباك اب. عندنا وحدة العناية المتطورة، إن شاء الله بناخذكم جولة وبنراويكم الأشياء المتطورة اللي داخل السيارة. عندنا الأمومة والطفولة، عندنا الأوزان الثقيلة، شخص وزنه ثقيل في نقالة خاصة تقدر تنقل هذا الشخص. عندنا سيارات الدفع الرباعي المستجيب الأول، عندنا الدراجات النارية، الدراجات الهوائية، عندنا الإسعاف البحري، عندنا إسعافات كذلك منتشرة في مطار دبي، عندنا كذلك في الإسعاف الجوي بالتنسيق مع شرطة دبي. الحين بناخذكم جولة لسيارة الإسعاف المتطور، بنراويكم الأجهزة المتطورة اللي احنا عندنا في التعامل مع الحالات الطارئة. حاليا متواجدين في وحدة العناية المتطورة، طبعا احنا كمسعفين عندنا أجهزة ومعدات حديثة نستخدمها في عملية تشخيص المريض وتساعدنا في عملية تقييم حالة المريض. على سبيل المثال عندنا هذه الكاميرا موجودة في زي المسعف، يقدر ينقل اللي يصير في كابينة الإسعاف إلى الدكتور الموجود في غرفة العمليات. طبعا في كاميرا موجودة، كل ما تحرك المسعف مع حركة جسمه يصور المكان. كذلك في عندنا كاميرا ثانية موجودة هناك تصور الكابينة بالكامل من الداخل. كذلك اخواني عندنا جهاز الصدمة الكهربائية، مثل ما تشوفون هذا الجهاز يقوم بإعطاء صدمة كهربائية للأشخاص متوقف قلبهم، كذلك يقوم بعملية قياس ضغط الدم، النبض، نسبة الأكسجين في الدم. كذلك عندنا الأدوية متقدمة موجودة في هذه السيارة المتطورة، كذلك عندنا النقالة المتطورة الحديثة. مسعف واحد يقدر ينقل شخص وزنه أكثر من 250 كيلو. كذلك عندنا هذه الحقيبة سهلة الاستخدام، تسهل على المسعفين عملية استخراجها من كابينة الإسعاف. إن شاء الله مؤسسة دبي خدمات الإسعاف جاهزة للاستجابة لجميع الحالات الطارئة ومن ضمنها الحالات المشتبهة بكورونا. في النهاية نقولكم الله يحفظكم جميعا وخلكم في البيت.